هذا البرنامج برعاية العرين القابضة اهلا بكم من جديد السوق العقاري البحريني ما زال ينتظر وعد الحكومه البحرينيه بتاسيس صندوق لدعم المشروعات العقاريه المتعثره هذا الوعد الذي اطلقته الحكومه البحرينيه منذ عده اشهر ولم يظهر هذا الصندوق للنور حتى الان لكن هناك افكار جرى تداولها بخصوص هذا الصندوق حيث من اهم هذه الافكار ان تقوم الحكومه البحرينيه بدور الضامن لهذا الصندوق والصندوق بدوره يصدر سندات تشتريها البنوك البحرينيه وتستغل حصيله هذا الصندوق في دعم المشروعات العقاريه الكبرى المتعثره هنا في البحرين مما يسهم في اعطاء دفعه قويه ل السوق العقاري البحريني وانهاء ما تبقى من المخاوف بخصوص السوق العقاري. تابعوا تغطيتنا التاليه. انا دائما كثير التفاؤل بمستقبل البحرين. واظن ان مستقبل القطاع العقاري بالذات الاحصاءات الاخيره اللي قامت بها عدد من بيوت المحايده دلت انه في انتعاش في السوق في الاشهر الاخيره يبشر بمزيد من الانتعاش في المستقبل القريب. والبحرين على خلاف بعض الدول الخليجية الأخرى يعني عدد السكان بيمكن من تنمية عقارية يعني أكثر من متوسطة في في يضاف إليها ما يمكن أن تجذب الاستثمارات الخارجية من 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 استثمارات عقارية في البحرين وثبت أن الاستثمارات العقارية واحدة من الاستثمارات اللي بتجذب الإخوة في دول الخليج العربية بالذات وعدد كبير من الاجانب في الظروف الاقتصاديه العالميه يعني رووا في البحرين وفي السكن في البحرين كمقر لاعمالهم او كمقر لمعاشاتهم او كمقر لاشياء كثيره مكان مناسب ومعبد لديهم حضرتك طبعا تمثل مرفأ البحرين المالي، مرفأ البحرين المالي الذي اصبح يعني لوجو او رمز للبحرين في الفتره الاخيره منذ انشاؤه يعني. ما هو مستقبل او افق المشروع الان؟ ما الذي تعملون عليه دكتور عمر؟ يعني احد اسباب التفاؤل الذي ذكرته ان الازمه الاقتصاديه بالرغم من حجمها الكبير عالميا لم تؤثر في المرفأ التاثير المقابل يعني لنسبتها في 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 بقيه القطاعات يمكن قل عدد الاعمال الجديده اللي وقلت برضو تكمله بعض المشاريع اللي تعتبر جزء من المرفأ المالي بسبب الازمه الماليه وبسبب يعني ارتفاع التكلفه بالنسبه للتمويل لكن بالرغم من كده نجد انه في افكار كثيره يمكن ان تحل المشكله وبدات هذه الافكار يعني تاخذ طابع الجديه واعتقد انه في المستقبل القريب سنرى بعض الحلول العمليه لهذه المشكله مثل ماذا دكتور سمعنا عن فكره صندوق لدعم بعض المشروعات المتعثره عدد مطروح عدد من الافكار من بينها فعلا فكره انشاء صندوق قد تسهم فيه بعض المؤسسات الاقليميه الماليه الى جانب اهل البحرين او المستثمرين من كل دول الخليج وهذا الصندوق يمكن له ان يصدر سندات بضمان الحكومه او باي ضمانات اخرى ممكن تقدم مؤسسات ماليه اقليميه معتبره ويستطيع الصندوق ان يشتري ديون من البنوك وان يصرف في تكمله المشروعات الموجوده بحيث انه يعني ضمن الخطه يلزم تلزم البنوك اللي شريت ديونها بما حصلت هذه باتباع خطه تنميه محدده هي الخطه التي توافق الخطه القوميه الموضوعه في البحرين لانجاز هذه المشاكل. وجود الحكومه كطرف هذا الصندوق بالتاكيد سيعطيه الضمانه الكافيه. مجرد موافقه الحكومه عليه ومباركتها للعمليه والضمانات اللي ممكن تقدمها المؤسسات الاقليميه الموجوده دافع قوي للصندوق انه يمتين يعني عندنا تجارب أخرى كثيرة تجربة هونغ كونغ لما صارت فيها مشكلة عقارية كانت تجربة مماثلة وحلت بأسلوب قريب من هذا الأسلوب شهدت تداولات السوق العقاري البحريني خلال الربع الثاني من العام الحالي شهدت قفزة قياسية حيث نمت التداولات العقارية بحوالي 75% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ويبدو أن المؤشرات الإيجابية للسوق العقاري البحريني دفعت الحكومة البحرينية للتريث قبل المضي قدما في تنفيذ وعدها السابق بدعم المشروعات العقارية المتعثرة، فيبدو أن الحكومة البحرينية ترى أن السوق العقاري قد يصلح نفسه بنفسه ولن تكون هناك حاجة لرصد موارد مالية لدعم المشروعات العقارية المتعثرة، هذا ما يبدو من وجهة نظر بعض المطورين العقاريين هنا في البحرين. طبعا احنا مع بداية السنة بدأنا نشوف حركة أكثر من اللي كان عليه السابق السنتين اللي راحوا في 2011 و2012 وبدأت شوية حركة في في سوق الإيجارات وأيضا في التداولات العقارية. وبعض المناطق شفنا فيها حركة أكثر من المناطق الثانية. خصوصا المناطق اللي قابلة للتطوير واللي عليها يعني إمكانية تطوير مشاريع صار عليها تداولات أكثر. وناس بدات حتى بعض المشاريع التطويريه خصوصا بعض المشاريع اللي تعثرت وكانت مجمده لفتره بدات يعني مرحله البناء اعاده البناء الان وهذه امور كلها ايجابيه قاعدين نشوف أنها يعني تبع تفاؤل كبير بان في حركه ان شاء الله في 2013 في السوق العقاري أنا ما أقول لمستويات اللي كانت عليها في أيام الطفرة لكن الحركة الصحية الطبيعية اللي نتوقعها بدأت الآن وإن شاء الله مع مع يعني وإحنا رايحين في خلال السنة هذه راح نشوف أنشطة أكثر بخصوص مشاريعكم التي تعملون عليها الآن هل بدأت العجلة تدور من جديد أيضا على بعض المشروعات ما هي هذه المشروعات؟ طبعا احنا يعني الامانه ما كانت عندنا فتره توقف حتى في خلال الازمه لكن حجم العمل يعني توقف قل بشكل كبير اليوم عندنا مجموعة من الأنشطة اللي أو المشاريع اللي تحت الإنشاء عندنا في درة مارينا عندنا إنشاء المارينا الجتيز تقريبا 80 بوت كمرحلة أولى من من المارينا اللي يستوعب ل 40 يخت وبدينا في الفلل مجموعة من الفلل 20 بلة الآن تحت الإنشاء وإن شاء الله في خلال بداية 2014 راح ننتهي منها وبدينا ايضا في في مجموعه من المحلات التجاريه اللي تطل على المارينا ايضا راح نبتدي في في انشائها القريب ونتوقع طبعا ان ان المنطقه تكون حيه مع نهايه السنه وبدايه السنه القادمه نشوف فيه نشاط اكبر خصوصا مع الانتهاء من المرحله الاولى من المارينا اللي نتوقعها خلال الصيف هذه، آه هذه طبعا ما أشر ان 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 احنا في في آه متفائلين من السوق العقاري. كم هو حجم الانفاق الاستثماري اجمالا الذي تعتقد انه هو يدور حوله يعني هذه المشاريع اللي بالنسبه لتعمير في الوقت الراهن؟ والله آه سؤال صعب <applause> لان ما يحضرني الان الرقم آه يعني احنا اذا اتكلم عن مجمل المشاريع احنا طبعا آه مشاريع ضخمه عندنا مثل دره مارينا طبعا تكلفة تقديرية لكل المشروع في حدود 2 مليار دولار لكن احنا كمرحله اولى طبعا هذه جزء من المشروع اذا كل المشروع لدوره مارينا حوالي 2 مليار اذا 2 اذا تم تطويره بالكامل السوق العقاري كما هو معروف يمرض ولكن لا يموت يظل قائم ومتحرك وقادر على النهوض مره اخرى وبشكل افضل السوق العقاري البحريني مر بأزمه، مر بمشاكل، مر بتراجعات سعريه، تراجعات تداوليه، ولكن لم يعني لم يفلس أحد، لم نشعر بتفليسه عقاريه أو انحسارات ماليه، وهذا مؤشر ايجابي أن السوق العقاري البحريني لا زال صامدا قادرا على البقاء، قادرا على تحقيق الوفرات الماليه وإن كانت منخفضه نسبيا. ولكن نحن نشعر ايضا بان بدايه العام 2013 هناك بوادر وتحسن ملحوظ نسبيا وخاصه في بعض المناطق في البحرين، مزيد من الشركات تتدفق للبحرين، هناك الان يعني توجه لدى الجهات المصرفيه باعاده النظر في قضيه تمويل المؤسسات العقاريه والتنميه العقاريه البحرينيه. تقول انه لم يفلس احد ولكن المشروعات المتوقفه متعثرة. او المتعثره يعني منتشره في اماكن جديدة كثيره من البحرين يعني هذا التعثر يعني يعني شبيه بالافلاس يعني هو هو توقف لا لا يعني افلاس هذا لا يعني افلاس يعني تعثر اعاده جدوله العمل اعاده جدوله الانفاق المالي بالنسبه لهذه المشاريع هناك ايضا توجه لدى الدوله بانشاء صندوق لهذه المؤسسات المتعثره والآن يعني هذا المشروع لدى آه سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آه نائب رئيس آه مجلس الوزراء الموقر لدراسة آه يعني دراسة إمكانية تقديم الدعم المالي وأيضا اللوجستي للمؤسسات المتعثرة العقارية القائمة في البحرين. الدولة البحرينية ستتحمل آه عبء الدعم المالي للمشروعات المتعثره، المشروعات العقاريه الكبرى هناك مليارات الدولارات يجب ان تنفق في هذا القطاع اذا. لا يعني الدعم بمعنى تقديم المال، الدعم هنا تقديم التسهيلات الممكنه، حث البنوك على اعاده الجدوله، حث البنوك على اعاده ضخ اموال جديده لمثل هذه المؤسسات بضمانات حكوميه او شبه ما يقابل ذلك. طبعا كل ما نتوجه اليه الان هو ان يكون هذا الصندوق ممثلا لكافة الجهات المعنية بأمر العقار هناك جمعية التطوير العقارية هناك غرفة تجارية هناك جمعية عقارية بحرينية هناك بنوك وهناك مطورين عقاريين مباشرين هذه الجهات كلها تكون على طاولة الاجتماع في هذه اللجنة بحيث نستطيع أن هذا الصندوق أن يقوم بدوره الفاعل والنشط في إعادة جدولة الأنشطة العقارية المتعثرة بحيث تعطيه فترة سماح للسداد حفاظ أيضا على أموال المستثمرين المتعاملين مع المطورين العقاريين كل هذه النقاط الحقيقة يجب أن تدرس من خلال الصندوق دراسة وافية وأعتقد أن حكومة البحرين جادة في قامة مثل هذا الصندوق الذي سيكون داعما للنشاط العقاري البحريني طيب هناك كما البعض يرى أن يجب إيجاد قانون لضمان التطوير العقاري حتى نضع حل نهائي لهذه المشكلة أسوة بما حدث في دبي من وجود قوانين لضمانات الطرور العقاري وأن هذا من شأنه أن يدفع البنوك للتخلي عن تشددها في منح التسهيلات الائتمانية للشركات العقارية إلى أي مدى هذا هذه المنظومة التشريعية من الممكن أن تحل المشكلة بديلا عن انتظار الصندوق الحكومي حتى البحرين بها العديد الحقيقة من القوانين العقارية الجيدة وإن كانت هذه بعض القوانين تحتاج إلى إعادة يعني تنقيح أو تعديل من وقت لاخر. اما بالنسبه لقضيه يعني الضمانات حق المطورين والمستثمرين على حد سواء، انا اتصور ان هذا المشروع مطروح عند السلطه التشريعيه للدراسه وخاصه مجلس الشورى الان واعتقد اذا استطعنا ان نحصل على هذا القانون فهذا القانون حقيقه سيتيح فرصه كبيره لايجاد علاقه وطيده ومتينه وعلاقه اكثر ثقه بين المستثمر والمطور العقاري. بحيث المستثمرين لديهم ضمانات ماليه لاموالهم التي سينفقونها على تمويل هذه العقارات التي ينفذها المطورون العقاريون. اعتقد نحن الان يعني بصدد انتظار لهذه القوانين. هناك قانون اخر وهو الرهن العقاري ايضا بشكل عام. ونامل ايضا هذه يعني تكمله تكمله التشريعات القانونيه والمنظومه التشريعيه القانونيه ان تبز الى حيز الوجود لننعم جميعا ببيئه استثماريه عقاريه ناجحه ومحرزه وملبيه لمرحلات مرحله التطور والتنميه في البحرين. نشكر متابعتكم لنا والى ان نلقاكم في الاسبوع المقبل مع حلقه اخرى من عين على البحرين لكم منا خالص التحيات.